اليوم رح نشرح لكم عن الحساب الجاري. رح نشرح لكم ايش هو وايش مميزاته وايش الاوراق اللي بتلزمكم عشان تفتحوا الحساب. الحساب الجاري هو حساب مناسب للموظفين ولرجال الاعمال وللتجار، بيعطيكم الفرصة حتى تطلبوا دفاتر تشيكات وتحصلوا على قروض وتحصلوا على بطاقات. هذا الحساب ما عليه اي فوائد، وانما عليه 2 دولار عمولة ادارة حساب. الاوراق اللي بتلزمكم حتى تفتحوا هذا الحساب هي اوراق اثبات شخصية الهوية واوراق اثبات مهنة.